شاء الله يكون معاك تدريس ستراكشر اناليسيس اند ميكانكس. كورس يعني هو محتاج منك تعب شويه، محتاج انك برضو تقعد وتذاكر، يعني مش تنفيذ الكلام من ده. 6 ب كده مثلا 2 متر الهدوء بعد اذنك يا شباب. بصوا انا يعني ممكن اسمح باي حاجه، تسال في اي وقت يعجبك، بس كله الا الصوت والبواطن السكشن. هقوم اقول لك اتفضل، وحتى لو في كويز ما عملكش كويز عندي. تمام؟ فبالتالي اسمح باي حاجه، اسال اي سؤال مهما كان صعب، حتى لو انا مش عارف اقول لك مش عارف. تمام؟ اسال اي سؤال في اي وقت، بس نعمل صوت؟ لا ده ما بسمحش بيه. تمام؟ عايز تسالنا اسالنا، انا ما بسالش زميلك. طيب اول حاجه انا عايز اعمل اناليسيز للفريم ده. ده فريم بسيط جدا بيرمننت، عايزين نعمل له اناليسيز ونرسم له النورمال والشير والبنت. فباجي بقوم ارسم الفريم دوت. اول مره عشان النورمال فورس دايجرام، وارسمه مره كمان عشان الشير فورس دايجرام، وثالث مره اول حاجه عشان ارسم نورمال الشير وبندنج، محتاج اكون عارف ايه قبل ما اعمل الكلام ده. محتاج ان انا اجيب رياكشن، صح؟ طيب الرياكشنز بتاعتي اول حاجه اسهل رياكشن اللي هو الاكس ده بكام؟ 3 طن. 3 طن ليه؟ عشان مفيش غير هوريزونتال رياكشن هو اللي بثلاثه. طيب بعد كده الرياكشن واي اجيبه ازاي؟ بص بقى، اول حاجه بنعملها في المسائل الثالثه بنرقم الجوينتس ونرقم الميمبرز زي ما بيعمل الكمبيوتر بالظبط. يعني اول ما بتيجي ترسم اي تراس على اي برنامج اناليسيس على طول او اي ستراكشر، هقوم مرقم الجوينت دي بواحد، الجوينت دي مثلا باثنين، الجوينت دي بثلاثه، يرقم الميمبرز واحد، يعمل حاجه اسمها جوينت ليبلز. بسرعه فالبروجرام بيعمل ايه؟ بيعمل عمليه ترقيم للجوينت، يديها حاجه اسمها جوينت ليبلز وحاجه اسمها الفريم ليبلز. تمام؟ فانا عايز اجيب الرياكشنز، هاخد المومنت عند الجوينت رقم واحد عشان اجيب الرياكشن. تمام؟ فاجي بجيب المومنت عند الجوينت رقم واحد عشان اجيب الرياكشن اللي موجود هنا. طب انا لو بجيب المومنت عند الجوينت رقم واحد مين اللي هيبقى موجود عندي؟ هيبقى موجود عندي الرياكشن ده مضروب في 6 اللي هو الانون، ناقص 3 مضروبه في 2 زائد 4.5 ناقص 1 في 6 في 3. بعد ما تخلص العمليه دي كلها هتلاقي الرياكشن ده مثلا طالع 3.25 تقريبا 3.25. كلنا نقدر نجيب رياكشن ودوت. بعد ما تعمل سمشن اف واي هتلاقيه طلع 2.75 طن. طيب جبت الرياكشنز بقى وعايز ارسم الانترنال فورسز نورمال وشير وبندنج والحاجات دي، سهل جدا. اعمل ايه؟ اجي انا عايز ارسم نورمال، اقطع السكشن ده اشوف مين القوه اللي داخله عليه، وانا عارف ان الساين كونفنشن بتاعه الفريمز البوستد الشير من الشمال وطالع من اليمين ونازل بوستد. النورمال عليكم السلام، النورمال لو بيشد القطاع، النورمال لو بيشد القطاع يبقى بوستد. المومنت لو جه السهم بتاعي تحت يبقى بوستد. تمام؟ طيب يبقى اذا انا عندي هنا قطع في السكشن دوت وعندي القوه داخله بتعمل كومبريشن على السكشن، يبقى عندي هنا في نورمال قيمته 3 طن. وهنا طبعا انا لو جيت عند اي سكشن في الكاميرا هلاقي ده بوستيف نيجاتيف سوري 3 طن بالمنظر ده. تمام؟ ده بالنسبه للنورمال. طيب تعالى كده بالنسبه للعمود، نورمال اللي في الكاميرا، تعالى نيجي للنورمال اللي في العمود. مكسور. ما في يا جماعه الناس كانت قاعده ورا على البنش اللي ورا ده. نجيب كرسي عادي نحطه. قعدنا؟ طيب جبت النورمال اللي على البيم، تعالى نجيب النورمال اللي على العمود. فانا لو باجي هنا عايز اجيب النورمال عندي 3.25 طن كومبريشن، وهيفضل ثابت لحد ما اجي على اخر قطاع 3.25 طن.
كل الشغل ده بتاع سنه اولى. نيجي عايزين نرسم نظبطها مع بعض. طيب انا كنت بس عمال برسم المومنت بتاع الفريم بحيث ان احنا نراجع. انا عارف ان انتوا الترم اللي فات عمالين كله باكلينج وشيلز وممكن تكون نسيت المومنت شويه، فعمال بدي مساله كده اكزامبل نفتكر بيها المومنت. طيب اول حاجه انا رسمت نورمال بتاع فريم بسيط ديترمنت بالشكل ده وجبت له الرياكشنز وعايز ارسم له الشيب، ودي كانت الساين كونفنشنز بتاعتنا بتاعت سنه اولى. كنا بنقول ان الشيب بوستر من الشمال وطالع، ولو انت عايز تحسب من اليمين يبقى من اليمين ونازل. النورمال بيبقى تنشن بوستر لو بيشد القطاع بيشد السكشن عموما سواء من اليمين او من الشمال. المومنت بيبقى موجب لو دي السهم بتاعنا تحت. فانا دلوقتي كان رسمت النورمال سايز دي، فكانت ده طلع نيجاتيف وده طلع نيجاتيف لان كله كان كومبريشن. نيجي للشير، هنا انا عندي الشير انا بحسب من الشمال، فانا عندي من الشمال وطالع 2.75، يبقى اذا انا عندي هنا 2.75 واجي اكتب هنا ان في كده 2.75 تن. بقى عندي ديستريبيوتد لود عمال ينزلني لينير، نزلني بعد مسافه 6 متر قد ايه؟ 6 طن، يبقى هنزل من 2.7 اوصل كده 3.25 طن. فده عندي نيجاتيف ده بوستيف وابتدي اهشر الشكل بالمره. تمام؟ طيب رسمت الشير، ركز مع بعض يا شباب، رسمت الشير. هاجي بقى رسمه المومنت، بس انا هنا خلصت الشير الاول، الشير لسه فاضل حبه شير على العمود. اي نعم هو هنا بزيرو وهنا بزيرو، بس هنا في لود 3 طن ما تنساهوش. فانت عندك ال 3 طن يا ترى ده بوستيف ولا نيجاتيف؟ موجب. ليه؟ لان انت هتقف جوه الفريم كده وهتبص هتلاقيه من اليمين ونازل، يعني ايه؟ بوستيف. عايز تحسبه من فوق هنا براحتك، فانت هتلاقي برضو ال 3 طن من الشمال وايه؟ وطالع. فاذا هتبقى عندك دي 3، الثلاثة دي هتفضل ماشية كونستنت لحد ما تقفل مع الثلاثة دي، أو لو أنت عايز تحسبها من هنا هتلاقيها دي ماشية كونستنت لحد ما تطلع فوق، ويبقى التهشير بتاعنا كده موجب. كده أنت خلصت الشير فورس دايجرام. تيجي للمومنت، المومنت بسيط. تعال نبدأ من هنا، هنا المومنت بكام؟ بزيرو. طب هنا؟ زيرو. لحد فين؟ لحد ما توصل للثلاثة. أول ما تعدي 3 طن هيبتدي المومنت الأرم بتاعه، بقى ال 3 طن ليها أرم 3 في 1 3 في 2 لحد ما توصل لأقصى قيمة تبقى كام؟ 6. هتيجي تقول لي يا باشمهندس إحنا خدنا قبل كده إن طالما عندي جوينتس يبقى لازم يحصل عندها اتزان، فبالتالي هتقول لي دي 6. هقول لك ما تنساش إن في كونسنتريتد مومنت 4.5 طن متر، خد بعديها واحسب المومنت، فهتلاقي عندك في 6 كده وفي 4.5 عكس، مين اللي يغلب؟ ال 6 تغلب بقد إيه؟ بواحد ونص. هتلاقيها بقت لفوق كده 1.5 طن متر. تمام؟ الجوينت دي متزنه نتيجه للكونسنتريتد لود اللي موجود بره. طبعا انا عندي المومنت هنا عند الجوينت دي بزيرو، اوصل بينهم بخط دوتد كده وبعدين انزل دبل ال سكوير على 8، هلاقي شكل المومنت بالمنظر ده، ولازم اقول له ان البارابولا دي عباره عن دبليو اللي هو 1 في 6 سكوير على 8 اللي هو 4.5 طن متر. تمام؟ ده كان بس زي ريفيجن كده على الفريمز، عشان انا هخش دلوقتي على الجريدز فتبقى موضوع المومنت حاضر في دماغي. طيب ايه هو الجريد بقى؟ اول ما تسمع عن حاجه اسمها جريد سيستم، يعني معناها بلاطه او شويه فريمات متوزعه في ال 2 دي. الفريم بتاعنا دوت ده كده في الاكس زد بلين، لكن لما اقول لك جريد يعني حاجه في الاكس واي بلين، يعني حاجه في البلين دوت، في البلين اللي احنا واقفين عليه ده. وبلين واحد مش كذا واحد، مش مالتي ستوري، هو ستوري واحد اللي احنا واقفين عليه. واول ما تسمع كلمه جريد سيستم يعني حاجه 2 دي ما بتتحللش اندر لاترال لودز، يعني ما بيجيش عليها اي احمال جانبيه، لا اف كده ولا اف كده، بيجي عليها كل الاحمال فيرتيكال كلها جرافيتي. عشان تتخيلها اكتر بيبقى عندك مثلا كده فريم مثلا، وده فريم وده فريم وده فريم كده، ومثلا دي فيكسد فيكسد، والاحمال كلها نازله فيرتيكال كده. يعني احمال الجريد، الجريد حاجه في الاكس واي بلين، يعني دوت كده مثلا واي، ده كده اكس. تمام؟ لكن دوت كان في الاكس زد بلين اللي هو كده وكده، ده زد وده اكس. والاحمال بتاعتي كلها فيرتيكال، يعني مفيش لا حركه افقيه، طالما الاحمال بتاعتي كلها فيرتيكال لا يمكن، يعني انت نازل حاطط الازازه دي كده عمرك ما هتلاقي في رد فعل على ده عامل كده، غير لو ده زد اكس. Thank you.
لا هو دلوقتي احنا لما بنيجي نتكلم في 2D analysis انا بحمل لاترال لو انا هعمل مبنى كامل هعمل مبنى في 3D فاذا انا عندي كتل متوزعه على ارتفاعات مختلفه جاء حمل لاترال فزق الكتل فالكتل دي اتهزت فتحركت فعملت مومنت على الشير وولز وعلى الاعمده لكن طالما لو انا بعمل 2D analysis يعني ده جريد analysis يبقى اللاترال فين انت في المستوى الارضي تمام هو اللي بيحصل بره ايه ان احنا لما بنيجي نعمل analysis لمبنى بناخد البلاطه كانها جريد ونحللها اندر جرافيتي لودز عايز اعمل لاترال بعمل 3D موديل للمبنى وموديل كل بلاطه على حسب الليفل بتاعها ويبقى عندي جريد على ليفل وجريد على ليفل تاني بس خلاص ما بقاش جريد يعني ما بقاش فيه سبورتس بقى السبورت هي الاعمده فبقى 3D موديل فالمبنى يجي له اي احمال لاترال يبتدي يتهز فالكتل بتاعتك تتحدد فتعمل لاترال اناليسيس لكن ده 2D اناليسيس جرافيتي بس سكشن 4 طب ممكن لو في اي حد جاب مكان فاضي نوسع طيب بدل ما حد يفضل واقف طيب اما انتوا دوروا بقى قولوا لي المكان الفلاني فاضي كذا 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 وننقل اه حاجه بس هي اول الترم هما تلاقي بس ناس حاضره عشان ما تضربش السكشن بتاعها لكن بعد كده الاسبوع الثاني هتقلب شويه طيب ده بالنسبة للجريد يبقى إذا الجريد اتفقنا إن الأحمال بتاعته كلها رأسية أحمال رأسية وهو في الـ X Y طيب بالنسبة بقى للسبورتس بتاعته هتختلف عن السبورت ده السبورتس دي السبورتس ديت لما كان عندي رولر أو هينج أو فيكسد كان الرولر بيمنع كام حركة؟ حركة واحدة اللي هي حركة الهنج بيمنع حركتين الفيكس بيمنع ثلاث حركات اثنين ترانسليشن واحدة مومنت تعال نشوف السبورتس بتاعت الجريد الجريد سبورت أول حاجة عندي حاجة اسمها سبيريكال سبورت وسبيريكال سبورت وبعد كده في الآخر عندي حاجة اسمها فيكس سبورت ايه بقى السفيريكال سبورت ده؟ كورة عارف الكورة؟ هو السفيريكال ده سبورت كورة كده عندك بيمنع ايه السبورت ده؟ بص كده لو انت جيت حطيت اللي هي البلين دوت تحتيه كورة كده لو انت جيت زقيته اكس طبعا انا ما فيش اي قوة عندي اكس في اكس وواي دول ايه؟ ما افكرش فيهم خالص يعني الجريد دوت مش هيجيب اي قوة اكس طيب نيجي بعد كده اكس وواي دول اصلا مسموح بيهم هل هو لو انت جيت حطيت عليه ده هيسيب ده يهبط؟ لا هيديني رياكشن ايه؟ اف زد فاكيد عنده رياكشن كده انا عندي كوره وحاطط تحتيها البلين بتاعي دوت فاذا الاكس واي دول مش معانا نيجي بعد كده للزد اذا انت لو حطيت ده الكوره هترد عليك بفيرتيكال زد طب تفرض البلاطه او الفريم ده جه يتني كده او يتني كده هل الكوره دي هتمنع لا هيتني كده كده الكوره راحت معاه هيتني كده الكوره راحت معاه فاذا هو سامح بايه سامح بالانحناء بتاع الجريد في المستوى ده والانحناء بتاعه في المستوى ده يبقى الحركه الوحيده اللي مانعها هي ايه هي اف زد طيب تعالى نيجي بعد كده للسلندريكال كيس الادفانسد من السلندريكال لو انا جيت ده سلندريكال هنج السلندريكال هنج دوت سامح بانهي حركه بص بقى هو سامح بانهي مومنت لو انت دوت جه لفيته كده هيلف معاك لكن تيجي عايز تلف كده لازم تخلع السبورت ده من الارض فبالتالي هو مانع مين مانع المومنت اللي هو كده اللي هو في الاتجاه ده طيب يعني السلندريكال ده شبه حاجه كده بالمنظر ده وادي السبورت كده بص بقى اول حاجه لو انت جيت حطيت البلين دوت على حاجه سلندريكال كده هيرد عليك برد فعل لفوق اف زد جيت تنيته لا هيقول لك انا هسمح لك بالحركه دي اقدر اتني يعني تعمل كده هلف معاه لكن تيجي عايز تتني الناحيه دي مش هتعرف تتني ليه لانك لازم تخلع السبورت ده من الارض فاذا هو مانع المومنت اللي هو كده عايزين بقى ناخد المومنتس بشكل جديد معنى لو انا عندي في مومنت دوران بينفذ كده بعمل ايه؟ برسم الاكس اللي هو بينفذ حواليه الاكس اللي بينفذ حواليه العزم ده
واجي اقوم احط ايديا مع المومنت ازاي؟ المومنت دوت بيلف كده، يبقى اذا اقول ان المومنت ده اتجاهه بحط له اتنين ارش كده سهمين بالشكل ده. تاني بص كده، انا لو عندي مومنت العزم ده اكيد بيلف اباوت ايه؟ اباوت لاين مثلا، فباجي برسم اللاين اللي ايه بيلف حواليه تمام، وبحط اسهم في الاتجاه اللي هو ايديا اليمين بخليها تلف مع اتجاه الدوران ده. لو انا صباعي دوت داخل لجوه يبقى اذا العزم كان كده، طالع لبره كده سوري داخل لجوه كده يبقى اذا يعني انا عندي السهم اهو، فبالتالي ده لف كده وانت رحت عامل اثنين ارو وليس ارو واحد. يعني اذا لما كان عندي عزم بالشكل ده وكنت رسمت عليه الخط العمودي وكان بيلف كده كنت اقدر اشيله واحط مكانه ايه؟ الخط واللي عليه سهمين ده. ده بس انديكيشن مختلف. ليه انا عملت كده؟ لقينا في الجريد فيه عزمين، عزم في الاتجاه ده وعزم في الاتجاه ده، فانا عشان امثلهم هتلخبط لو انا حطيت الدوران ده، فبعمله الخطوط اللي هي بالشكل ده. يعني لو انا عندي سبورت فيكسد هنا كده، اول ما تشوف فيكسد في الجريد على طول تعرف ان هو مانع ايه بقى؟ مانع الحركه الراسيه. طبعا اتفقنا اكس وواي دول مش معايا لان انا هو ما فيش عليه لودز كده تمام، ومانع ايه تاني؟ مانع المومنت اللي هو في الاتجاه ده ومانع المومنت اللي في الاتجاه ده. فانا لو عايز امثل المومنت اللي كده يبقى هعبر عنه بخط في الاتجاه دوت والخط ده عليه سهمين رايحين كده. لو عايز اعبر ان هو مانع المومنت في الاتجاه ده هعمل خط كده وعليه سهمين رايحين كده. معنى بص كده، طبعا هو مانع اف هنا، هعمل خط في الاتجاه ده وخط مع المانع. لو انا عايز اقول هو مانع المومنت اللي كده فاعمل الخط ده كده وعليه سهمين. يبقى دوت انهي نوع بقى؟ ده التوشن، التوشن اللي موجود على الكاميرا مانع ان هو تتعصر تمام، فاذا ايه منع الحركه دي. طب لو انا عندي المومنت اللي هو كده بقى اللي هو الكاميرا مثلا هيجي عليها حمل كده فهتتني، فاذا هتلاقي هو مانع المومنت اللي في الدايركشن ده. تاني تاني موضوع المومنتس دي هو الدايركشن ده اللي هو كده اخضر واضح ايه بالعكس؟ لا ما هو ايفر بقى، انا بحط بس شكل الرياكشن سيبك من دول، اهم حاجه ان الاثنين رياكشن شكلهم عامل كده. ده كده يعتبر واي، ده كده اكس، ده كده المومنت اباوت اكس والمومنت اباوت واي تمام. السلندر بقى تعالى نكمله، ده مانع الاف زد. بص بقى انا هعمل ده كده وهعمل ده كده، امسح اي واحد فيهم كده. بص بقى السلندر سامح بانهي مومنت؟ سامح بالمومنت ان هو يعني اللفه كده حطيت القلم تحته وده بيلف في الاتجاه ده، هو سامح بالمومنت دوت تمام، اللي هو عامل ازاي؟ اللي هو ده صح سامح بيه ولا لا؟ يعني دوت لو جه يلف كده هيلف سلندر هيلف معاه. طب الناحيه الثانيه لازم يخلع السبورت عشان يعمل تويستنج على الايه؟ على الممبر، يبقى اذا ده مش موجود واذا ده هو الايه؟ المومنت رياكشن اللي موجود عندي. فبالتالي عندي دوت اف زد وده اما اباوت سوري. طيب عايزين نشوف اكزامبل عشان الكونكلود كده ولا كده ولا كده؟ الايه؟ كده ولا كده؟ لا هو المنبر المفروض هيبقى كده يعني في الاكس واي يعني هو يعني كده مانع البندنج العادي ولا التورشن؟ مانع البندنج العادي؟ مانع البندنج ده مانع البندنج والتورشن التورشن دوت مانع دوت مانع التورشن بس يعني انت عندك المنبر شكله عامل كده فبالتالي مانع التورشن اللي فيه. بس معلش ممكن اكس واي فوق على الشكل اللي هو اللي هو الشكل فوق خالص اكس واي بقى الدايركشن بتاعتهم. تعالى تعالى نشوف ده مانع ايه. بص كده هنا بقى ايه اللي ممنوع؟ الصوت يا شباب بعد اذنكم. هنا عندك الدورشن ممنوع ده ممنوع ونفس برضه ده كمان ممنوع اللي هي الحركه اللي اتجاه اكس يعني قاعد ده كده كده وكده وعندك الاف زد دي ممنوعه. الثلاث حركات دول ممنوعين عند كل ايه؟ عند كل واحد من دول. يبقى اذا الفرق ما بين الجريد والفريم ان الفريم كان عنده اثنين رياكشن فورسز واحد مومنت، هنا بقى عندك 1 رياكشن فورس و2 مومنت رياكشن تمام. طيب تعال نشوف مساله نحط فيها الكلام ده وانتوا هتفهموا الدنيا فيها. قول هو انت بتفهم الجريد ده 2 دي ولا 3 دي؟ لا 2 دي
تقول دي بس مش اكس زد زي الفريم ده اكس واي، يعني انت عارف الفريم مش طالع كده وجيت نينته كده تمام، ده كده بقى جريد. هو بقى مسميات ام اكس وام واي على حسب ايه مش ايه المومنت اباوت اكس والمومنت اباوت واي، بس مش فارقه معايا، اهم حاجه انك عارف ان عليه اثنين رياكشن مومنت وكاتب اتجاهاتها. تمام. طيب دلوقتي تعالى نشوف قبل ما ارسم مساله، يعني انا دلوقتي هحل معاك المساله دي. ده جريد يا جماعه داخل جوه السبوره 2 متر وطوله على السبوره هنا ده 5 متر وعليه لود كده 1 طن، وبقول لك درو البندنج مومنت دايجرام والتوشنال مومنت دايجرام والشي فورس دايجرام. بص بقى قاعده الاشارات بتاعتنا ايه في الجريد. لو انت واخد سيكشن في الجريد، هو مش دي اللي احنا خدناها مع دكتور صالح زي ما هي في الاكس دايجرام أفضل خلايا الاتجاهات. لا لا. طب نركز بس مع بعض في الجزء ده. أول حاجة الشيل زي زمان، لو أنت عندك من الشمال وطالع بوستر من اليمين ونازل نيجاتيف. نيجي بعد كده للمومنتس برضه زي زمان، لو أنت عندك بيندنج مومنت كده وبيندنج مومنت ده كده يبقى بوستر. بس عايزين نشيل الشكل ده ونحط مكانه شكل دي. ده مومنت عامل كده صح؟ فبالتالي أقدر أشيله وأحط الخط العمودي عليه وأحط السهمين دول. تمام؟ ورايح اتجاهه كده. الناحية التانية خط كده ورايح كده، يبقى السهمين داخلين كده، ده البوزيتيف، واقدر اشيل السهم ده بقى. طيب نيجي بقى للتورشن. لو التورشن بتاعك ماسك القطاع بيعصره، يعني كان النورمال فورس سوري التورشنال مومنت اللي فيه اتجاهه عامل كده، يعني طالع بره القطاع، ده الموجب بتاعه كانه عامل زي التنشن بالظبط، لما كنت بتحط تنشن خارج من القطاع التورشن برضه نفس الكلام، لو كانه بيشد القطاع كده لبره يبقى موجب، داخل على القطاع كده يبقى سالب. فدوت دي اشارات الموجب بتاعتي. لو التورشن خارج من القطاع سواء من الناحيه اليمين او من الناحيه الشمال. طب عايزين نشوف الكلام ده في مساله اللي هي المساله دي. هو التورشن كده وليه اعتبرت التورشن هو اتجاه مومنت اكس؟ ليه اعتبرت التورشن ايه؟ في اتجاه اكس يعني مش كده؟ لا هو انت عندك الميه كده حط عليه مومنت كده، يبقى ده تورشن ولا مومنت؟ حط عليه مومنت. يعني انت حطيت عليه مومنت، المومنت اتحول تورشن على ده. طب انت هتشوف دي عليها مومنت وتورشن الاثنين، عايزين نشوف ايه الفرق ما بين المومنت والتورشن. هتفهم دلوقتي الحاجه. طيب انا اول حاجه عايز اجيبها في المساله دي، عايز اعرف هي عليها السبورت ده عليه رياكشنز عامله ازاي. طيب اول حاجه ايه هنا اف زد كام؟ واحد طن. دي واحد. طيب في هنا تورشنال رياكشنز عامل ازاي؟ عامل ازاي؟ بص كده الواحد دي الارم ده طالع كده تمام. لا ثانيه نفكر شويه، عندك واحد طن كده على بعد اثنين هيعمل تورشن عند النقطه دي قد ايه؟ واحد في اثنين بكام؟ اثنين طن متر. ده دوت مومنت على ده، المومنت اللي على ده هيتنقل ايه على ده؟ هيتنقل تورشن على دوت، قيمته كام هنا بقى؟ اثنين. فالمومنت اللي موجود هنا اتزن مع التورشن اللي موجود هنا، فدوت بقى هنا في تورشن 2 طن متر. ازاي؟ عندك الواحد مضروب في اثنين هيعصر الفريم المنت بمقدار ايه؟ واحد في اثنين، فبالتالي اذا انت عندك هنا 2 طن متر، يبقى واتجاهه عامل ازاي؟ بص كده واحد وداخل ايه؟ وداخل لجوه كده هيعصر كده، يبقى ده لازم يرد عليه بتورشن شكله عامل ازاي؟ 2 طن متر كده. حد مش فاهم الحته دي عايزها تاني. عندك دلوقتي 1 طن اتضرب في 2 هيلف في المنبر ده ازاي؟ هيعصره كده صح؟ صباعه ده اتجاهه لفين؟ اتجاهه لجوه، يبقى اذا ده يرد عليك ازاي برياكشن؟ يرد بمومنت كده. تمام؟ طيب بالنسبة للمومنت بقى، يا ترى يبقى في مومنت رياكشن هنا كده عامل ازاي؟ عندك الواحد، لو انا جيت قطعت الحتة دي بالمنظر ده، دي هتنقل ايه ده؟ فورس ومومنت، هتنقله واحد طن كده، ومومنت شكله عامل ازاي؟
شكله عامل كده اللي هو توشن عليه. فبالتالي الواحد طن ده هيعمل مومنت على الفريم ده قد ايه؟ 5. 1 في 5 يعني هيديك كده 5 طن متر. خلي بالك بقى الواحد طن ده بيلفف ازاي؟ بيلفف كده. يعني الاكشن مومنت بتاعه الدايركشن بتاعه كده. يبقى اذا الرياكشن مومنت بتاعنا هنا يبقى عامل ازاي؟ عكس اللي هو او هنا انت عندك السهم بيلفف كده فاذا يبقى ده خارج لبره. في حد مش فاهم الكلام ده؟ دلوقتي انت دلوقتي عايز تشوف المومنت والتورشن والحاجات دي كلها. اول حاجه الشيل معلوش اي كلام. عندك القوه نازله 1 طن كده فيبقى عندك 1 طن ايه رياكشن طالع لفوق. نمسك بعد كده اللي هو المومنتس بقى. عندك ال1 طن ده هيعمل مومنت على الفريم دوت كده والمومنت ده هيقلب تورشن على الفريم الاوت اوف بلين اهي. عندك دلوقتي ادي فريم طالع كده ممسوك فيكسد من هنا وطالع منه فريم عامل كده. فانت حاطط هنا 1 طن هيعمل ايه على ده؟ هيتنيه. وبعدين مين اللي شايله؟ اللي شايله ده فهيعمل ايه فيه؟ هيعصره ويلفه معاه. فبالتالي الواحد طن عملت مومنت على ده وتورشن على مين؟ وتورشن على ده صح ولا ايه؟ تمام. فبالتالي ده تعصر بمقدار قد ايه؟ بمقدار 1 في 2 بقى 2 طن متر. تمام. والعصر دي اتجاهها عامله ازاي؟ لفتها عامله كده وداخله لجوه. يبقى ده لازم يرد عليك برياكشن عكسه. طيب ده بالنسبه للتورشن. ما هو برضو الواحد دوت زي ما هو عمل تورشن هنا هو عمل شير هنا بواحد فعايز ينزل الحته دي ايه معاه فهيعمل مومنت على دوت شكله عامل ازاي؟ واحد بعد ما تنقله هنا 1 في 5 يبقى 5 طن متر. يعني هو هيعمل تورشن ومومنت على الفريم ده عمل عليه الاثنين. طيب دوت عليه مومنت 5 طن متر مين اللي هيرزست عليه؟ الفيكسد اللي موجود بره هيرزست عليه بقد ايه؟ ب 5 طن متر في عكس الاتجاه. فبالتالي انا ممكن احط دوت بالشكل دوت او اشيله واحط مكانه السهم ده واكتب عليه 5 طن متر في المتر. طن متر. تمام. انت مش عايز تجيب المومنت هنا؟ تمام. وانا مسحت المنبر ده خلاص وحطيت الاكشن بتاعه. يعني شلت المنبر ده وشفت بيعمل ايه هنا؟ بيشيل واحد وبيعمل تورك كده 2 طن متر. طيب انا لو بجيب المومنت ده التورك ده هيفرق معايا؟ مش هيفرق معايا. مين اللي هيعمله؟ الواحد طن. يبقى 1 في 5 ب 5 طن متر عند السكشن ده. فدوت اكشن الرياكشن بتاعي هيبقى عكسه ازاي؟ ده كده يبقى دوت عامل ازاي؟ كده اه تمام. فبالتالي يبقى اتجاهه داخل عليا. انت بتلفف كده يبقى اتجاهه داخل عليا 5 طن متر. حد عنده اي اسئله تاني؟ عند الفيكسد اه بيرزست التورشن. ما احنا اتفقنا هنا ان الفيكسيشن ده بيمنع ايه؟ بيمنع اثنين مومنت. تمام. واحد منهم هيبقى تورشن واحد منهم هيبقى مومنت. المومنت انا عرفت ان هو الواحد في 5 التورشن ايه؟ ماله؟ التورشن هو الواحد في 5. تمام. التورشن الكاميرا دي ستيبل ازاي؟ اللي هي اللي طالعه منها دي ستيبل ازاي؟ دي عليها واحد كده. المومنت ده اللي هي عملته اتزن مع مين؟ اتزن مع الثانيه دي. عملت مومنت ولا اتزن معاها ازاي؟ المومنت بتاع دي يبقى كده ازاي؟ ده اللي هو المومنت ازاي ديت اللي هي المومنت بتاعها كده هتتزن مع دي اللي هي المومنت بتاعها كده. ده لما انت حطيت عليه لود كده مسك دي وعصرها توشن. تمام. فاتزنت مع التورشن اللي موجود في ده. فالتورشن ده جه منين؟ جه نتيجه المومنت اللي هنا. احنا هنرسم دلوقتي النورمال فورس سوري التورشنال فورس دايجرام والبني مومنت دايجرام وهنشوفها مع بعض. طيب ايه الفرق ايه؟ هو عشان عادي بص كده مش عايز افهم الناس اللي واقفه في الخمسه جت كلها واجي اقوم حاطط لك عمود كده. لا هو سيل ستراتش اللي بحط عمود. انا دلوقتي بقول لك انا ماسك كل النقط دي في البلين مش هتتحرك اكس وواي والاحمال بتاعتك كلها ده جريد. تمام. اه ده كان قاطع واحده الحته دي. طب الاسهم اللي داخله عليه هي المفروض انها تورش. الاسهم دي المفروض اللي هي الانترنال فورس. لو هي دي من اليمين لو هي دي من الشمال. لا لا فاهم. الاسهم اللي داخله كده ده تورش. ده تورش مش تورش. لا لا ده كده ده تورش. ده تورش. ده البند. لا بص ده كده يبقى بيعصر السكشن بتاعه. ثانية بس الصوت بعد اذنكم يا شباب. ده كده انا واخد السكشن هو الحته دي ماشي وطرحت مطلع لك حاجه كده وبقول لك السهم حواليها بالمنظر ده كده. ده بيعمل ايه ده في السكشن ده؟
بيعصره. طب اللي هو الاوت اوف بلين ايوه ده اللي داخل على السيكشن هو لا لا هو بص لو انا حطيت لك كده بيعمل سيكشن بيعمل توش صح. طب هو ده انا بس جيت وطرحت لما لفيت السيكشن ده كده بقى خط يعني بص انت لو عملت ده كده لفيته بقى خط كده صح شو تشوف الخط وانت رحت واخد انفينيتيزمال ديستانس كده فالسيكشن جوه اهو بالمنظر ده هو ده السيكشن كده. فاذا انا لو عندي اللي هو دوت ده اللي هو المومنت ده طب اللي هو طالع اوت اوف بلين دوت ده اللي هو المومنت اللي هو بيلف القطاع كده بقى لما تاخد الاكس بتاعه يبقى البار تمام. انا رسم سيكت دي شفتها بلان او اليفيشن. طيب دلوقتي يا شباب انا عندي عايز ارسم البيندنج مومنت دايجرام. تعال واحده واحده كده المفروض اللي فاهم كل الكلام اللي فات ده هيعرف يرسم البيندنج مومنت دايجرام بتاعتي ازاي. اول حاجه عندك كان عندك الفريم ده عليه واحد طن كده يبقى البيندنج هنا بكام؟ طب والبيندنج بعد مسافه واحد؟ 1 طن متر. طب عند مسافه 2 بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف فوق صح؟ فبالتالي المفروض ان انت هتطلع عمودي على الشكل دوت على كده مثلا نخليها بالمنظر ده بادئ من الزيرو وصلت هنا القيمه كام؟ خلي بالك كل الكلام ده داخل جوه السبوره بس انا حرفتها كده عشان نشوفها. معلش يا باشمهندس هو حضرتك قلت نيجاتيف عشان دي لسه فوق يعني نفس الحاجه نفس الحاجه ما هي ما انا عامل ده انا كنت عامل انا حاجه كده حاجه كده وشلت ده وحطيت مكانه السهمين دول تمام. طيب بعد كده حد يقدر يقول لي احنا قلنا هنا المومنت بكام؟ طب يا ترى هنا بقى المومنت بكام؟ اول ما اخش كده 2 ولا 0؟ اباوت اكس ولا اباوت واي؟ هتفرق. لا انا بجيب مومنت وليس تورشن. انا بقول لك مومنت لما اقول لك تورشن تبقى تقول لي اباوت اكس ولا اباوت واي. مش هنجيب سيره ام اكس وام واي على طول عندنا يا مومنت يا تورشن. زيرو لا زيرو ليه زيرو؟ واحده واحده كده نهدى مع بعض. دلوقتي عندك الفريم ده داخل كده والحته دي فيكس ماشي الحته دي فيكس ده وحطيت انت لود كده اللود ده بيعمل مومنت اول ما تخرج بره يعني اول يعني انت دلوقتي بتشوفه اباوت الاكس ده. طب انا بجيبه بقى اباوت النقطه دي كل ما بتبعد عنه كل ما بيعمل مومنت صح. يعني دلوقتي انا عندي المومنت في الحته دي عايز اجيب المومنت عند السكشن ده هيساوي ايه؟ هيساوي 2 ما انا نقلتها صح عشان انا رسمت دي كده الناس اللي متلخبطه وحطيت مكانها 1 طن كده وحطيت كده 2 طن متر. تعالى نحل ده المومنت هنا بكام؟ لما تضرب اثنين الاثنين بديستانس زيرو صح؟ وكل ما بتبعد عنها بتعمل ايه؟ مومنت اكبر. فبالتالي كمومنت هتلاقي دي بادئه من زيرو وواصله لحد 5 طن متر. كل الكلام ده نيجاتيف تمام؟ كده مش مهندس الجنس دي متزنه كده هنشوف هي متزنه ولا لا دلوقتي. تعالى نرسم الخطوه الثانيه اللي هي التورشنال فورس دايجرام. التورشنال فورس دايجرام بص كده التورشن هنا بكام؟ زيرو. طب وهنا؟ زيرو. مفيش حاجه تعمل تورشن. ايه اللي يعمل تورشن؟ لو انا كنت بقول لك طالع من ده فريم كده وعليه 2 طن كده كان هيعمل تورشن. ليه؟ لان ده كان هيعصر الفريم ده فكان هيعمل تورشن ثابت على الفريم ده. ليه ثابت؟ لان الاثنين دي على نفس البعد النقطه دي والنقطه دي وهكذا. طب الفريم ده مش موجود يبقى اذا كل التورشن اللي موجود هنا بكام؟ بزيرو. طب يا ترى انا لو خرجت بره الفريم ده ودخلت في الفريم الثاني يبقى التورشن بكام؟ ده انا بتكلم تورشن بكام بقى؟ دوت بقى عندك على بعد واحد مضروبه بديستانس 2 بيعمل تورشن 2 اتجاهه عامل ازاي؟ ها؟ ده واحد اتجاهه بيلف كده فبالتالي الفريم ده كده فنيجاتيف ولا بوزيتيف؟ نيجاتيف. يبقى اذا انا عندي هنا كده نيجاتيف 2 طن متر تمام؟ طب يا ترى التورشن هنا بكام؟ برضه ب 2 لان القوه دي على نفس البعد كده ادي الفريم اهو طالع وحطيت انا 1 طن كده تمام؟ كل الفريم ده معلوش تورشن لكن اول ما تطلع بره الفريم ده لا دوت ايه؟ دوت عمل تورشن على الفريم ده كله. قيمته قد ايه؟ المسافه بتاعت ده المسافه بتاعت النقطه دي
عن الفريم المسافه دي كام؟ 2. فاذا هنا في تورشن 2 طن متر، هنا في 2، هنا في 2، ففي تورشن ثابت لحد ما تقفل مع مين؟ مع الرياكشن اللي موجود هنا. وهنا سامبل نيجاتيف هو مش عليك داخل على القطاع كده نيجاتيف كده. طيب اللي كان بيسالني بيقول لي يا باشمهندس هو المومنت ال 2 طن متر ده اتسم مع مين؟ مع التورشن اللي موجود هنا. يعني اذا الاثنين اللي هي اصلا انت بتوزن اثنين مومنت مش على نفس الاكسيس، تمام؟ يعني هنا ده بيعمل كده اللي عمله ريزيستنج الايه؟ التورشن ده بيوزن ده، تمام؟ طيب ده بالنسبه حد مش فاهم الجزئيه دي؟ بس انت اقعد مع نفسك كده في البيت وبص لها وظبط اكساتك في دماغك كده وابتدي بص ده بيلفف ازاي وده بيلفف ازاي، الدنيا هتظبط ان شاء الله. طيب تعالى نيجي كده للشير. الشير انت عندك واحد نازل من اليمين ونازل موجب ولا سالب؟ او من الشمال وطالع، فبالتالي هما الاثنين موجب. يعني لو جيت بداتها من هنا هتبقى موجب. اقطع عند اي سكشن وبص من الشمال هتلاقي واحد، اقطع هنا هتلاقي واحد. الشير هنا ايه؟ كله ثابت واحد. طب لو قطعت هنا برضه مش هلاقي غير الواحد، فهتلاقي دي مثلا واحد كده، واحد طن، واحد طن، واحد طن. بوستر بالمنظر ده، فدوت شكل الشير بوست دايجرام. حد عنده اي مشكله يا جماعه في الحاجات اللي انا كتبتها دي؟ انا عارف اكيد في ناس هتلاقيها لسه متلخبطه المومنت ده فين والمومنت ده اباوت مين والكلام ده، بس الموضوع والله بسيط سهل. بس انت شيل علامه النص دايره دي بتاعت المومنت وحطها السهمين دول كده ايه؟ عشان احنا بقى عندنا اثنين مومنت في البليت، فهوضحهم بخط وعليه سهمين. بعد كده ابتدي شوف الاكشن ده بيبقى عامل ازاي. انا عندي واحد، الواحد دي هتعمل مومنت على الفريم ده، بس المومنت ده هيتزن. يعني انت دلوقتي طالع كانتيليفر من ده، فده لازم الممبر ده هيتعصر، تمام؟ يعني انا دلوقتي زي ما خدته كده في البلاطات السوليد عندك كمر كده وعليه بلاطه، تمام؟ المفروض يعني بالعقل كده ان البلاطه دي وهي بتتني هتسحب الكمره دي معاها وتعمل عليها ايه؟ تعمل عليها تورشن، تمام؟ فبالتالي يعني ده بالعقل. انت بقى هتصممها كده ولا مش هتصممها دي بدماغك، تمام؟ اهم حاجه شوف اللود جاي اتجاهه عامل ازاي وبيعمل ايه على الاليمنتس اللي موجوده عندك، تمام؟ طيب ده بالنسبه للجريدز. الشير هنا كونتينوس ولا يعني ايه كونتينوس؟ يعني المفروض دوت اوت اوف بلين، بس انا راسمها كده المفروض تطلع عمودي على الفريم دوت وعمودي على الفريم ده. الو السلام عليكم. نركز مع بعض كده يا شباب، عايزين نشوف الانديترمنسي بمنظور تاني. يعني ايه؟ اللي هو ان درجات الحريه بتاعتك عايزين نشوف يعني ايه انديترمنسي، يعني غير محدد، صح؟ انديترمنت يعني غير محدد. فانتوا عارفين ان احنا عندنا منشآت محدده استاتيكيا ومنشآت غير محدده استاتيكيا، تمام؟ طب انهي احسن، المحدد ولا الغير محدد؟ ايه؟ ليه؟ طب ايه الميزات وايه العيوب؟ عشان محكوم اكتر. انترنت فوق. تمام. في مميزات وعيوب. يعني مثلا انا عندي الديترمنت سهل في حله، سهل في الموديلنج بتاعه، سهل في كل حاجه ممكن تعملها عليه.
لو حصل فيه حراره ارتفعت درجه الحراره ما يتولدش اديشنال ستريسز. حصل سيتلمنت مش هيتولد برده اديشنال ستريسز. يعني انت لو جه في منشا ديترمنت وقال لك ان السبورت ده نزل متر نزل مثلا كام سنتي مش هيتولد اي اديشنال ستريس. قطعته كبيره العيوب ايه، لكن الديترمنت بيتولد فيه اديشنال ستريسز نتيجه للحراره ونتيجه للسيتلمنت ونتيجه لكل الكلام ده. بس الميزه الكبيره في الانديترمنت ستراكشرز انها بتخدم الميثود اوف كونستراكشن او حتى اثناء حدوث الزلزال. يعني انا مثلا افرض حصل زلزال وكاميرا شرخت ووقع المبنى يقع، لا ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ريديستريبيوشن الاحمال لان انت عندك قوه زايده عن حاجه المنشا. قوه المنشا من غيرها هو ستيل ستيبل وشايل نفسه، فبتسمي انديترمنسي. مش لما انت كنت بتحل بتجيب الديجري اوف ستاتيك انديترمنسي بتقول ان الديجري واحد او اثنين او ثلاثه، واحد او اثنين او ثلاثه دي اسمها ايه؟ القوه الزايده عن حاجه المنشا. يعني في اثنين قوه زايدين من غيرهم المنشا هيبقى ايه؟ هيبقى ستيبل. فبالتالي افرض انا مثلا لو انا عندي منشا كده بالمنظر ده وفيكسد هنا وهنا هينجن، ولأي حاجه حصل اي حاجه للتربه، حصل ليكوفاكشن، حصل التربه انهارت، كنت عامل على تربه انتفاشيه، تربه اي حاجه والتربه اتشالت من تحت القعده دي، فما بقاش في سبورت المبنى هيقع. هو مش هيقع بس هيتولد اديشنال ستريسز على الفيكسيشن ده، هيحصل ريديستريبيوشن للحمل والفيكسيشن يشيل كل حاجه. تمام؟ فده معناه ايه؟ ده معناه ان الهنج اللي كان موجود هنا كان في قوتين، القوتين دول كانوا زايدين عن حاجه المنشا، بنسميهم ايه؟ ريدندنسي. يعني ايه ريدندنسي؟ قوه زايده عن حاجه المنشا، قوه من غيرها المنشا ستيبل وهيفضل شايل نفسه ومفيش اي مشكله. تمام؟ طيب افرض كان حصل مثلا بلاستيك هنج في الحته دي. يعني ايه بلاستيك هنج؟ يعني الجوينت دي انهارت. انهارت ازاي؟ حصل دي مثلا زلزال او اي حاجه، الفريم ده حصل له سوين، الجوينت دي حصل فيها اكسسيف كراكنج لحد ما خلى القطاع مشرخ جدا لدرجه انك تقدر تقول ان هو ما بقاش يقدر يشيل مومنت. تمام؟ فلما يحصل بلاستيك هنا هنج هنا وانت عامل المنشا بتاعك ديترمنت هيفضل شايل نفسه برضه. تمام؟ طيب ده ميزه الديترمنت ان هو ايه؟ ان هو لو حصل اي حاجه في المنشا يبتدي يقدر يشيل. يعني انا عامل المبنى بتاعي ده على 20 30 عمود وجه عمود منهم اتكسر، هيحصل ريديستريبيوشن للحمل. لو الاعمده الثانيه ما قدرتش تشيل المبنى ممكن ينهار، لكن لو قدرت تشيل وانت مصممها وعملها اوفر ديزاين المبنى بتاعك هيشيل ولا كان حصل فيه حاجه، وممكن كمان تقدر تعمل ريبير. مش ساعات بتشوف في الصور اللي على النت تلاقي المبنى كده واقف وشايل نفسه والقواعد ما فيش تحتيها تربه، تلاقي كده صوره القواعد ما فيش تحتيها تربه كلها متعلقه في المبنى. ده معناه ان ايه؟ ان المبنى كان فيه كان متصمم وكانت الاساسات بتاعته متصممه انها تقدر تشيل وفي فاكتور اوف سيفتي، فان السبورت دوت ما بقاش موجود. يعني القاعده ما بقتش سبورتد على السويل، المبنى برده ستيل شايل نفسه. طيب احنا عايزين نحدد الديجري اوف ستاتيك انديترمنسي. فاكرين القوانين بتاعتها؟ كان عندك البلين تراس كان ليه قانون، والثري دي تراس كان ليه قانون، والبلين فريم والثري دي فريم، وتعالى بعد كده لاخر حاجه اللي هي الجريد. هل طب هل العمود متصمم في القطاع ده على مومنت الزياده ده؟ هل القاعده متصممه على الاستريس الزياده دي؟ ممكن المنشا بتاعك يقلب. مش هيتولد الحرارة بتعمل ايه؟ طيب نيجي للبلين تراس يا جماعه. لو فاكرين كان في قانون كده عشان تجيب له بص كده حاجه اسمها الاي اس. ايه الاي اس دي؟ الديجري اوف ستاتيك انديترمنسي بتساوي ايه؟ بتساوي الممبرز زائد الرياكشنز ناقص 2 في عدد الجوينت. حد متخيل بالقانون ده قبل كده؟ تمام؟ كان يبقى عندك تراس كده زمان تراس بالشكل ده، كنت بتعمل فيه ايه؟ بتعد الممبرز، بتعد الجوينتس، بتعد الرياكشنز، وتقول يعني عدد الممبرز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 كان 13 مليون. الجوينتس 1 2 3 4 5
6 7 8 8 جوينتس الرياكشن ثلاثة. باجي هنا اقول ان الاي اس بتساوي عدد الممبرز 13 زائد الرياكشن 3 ناقص 2 فعدد الجوينتس اللي هم 8 يبقى 16 ناقص 16 بيساوي 0 يبقى بكتب في الاخر ان زي ايه؟ ستاتيكال ديترنس صح؟ طيب القانون ده جه منين؟ بيقول لك ان في التراس في انون واحد في كل ممبر اللي هو النورمال فورس هي النون موجوده في كل ممبر وفي معادلتين عند كل جوينت اللي هما ايه؟ سمشن اف اكس بتساوي 0 سمشن اف واي بتساوي 0 صح؟ هما دول المعادلات اللي عندك. انت بقى بتقول الانونز ناقص الايكويشنز يديك عدد الايه؟ مرات الانديترمنز. نفس الكلام في 3 دي تراس بس 3 دي تراس عدد الممبرز زائد الرياكشن ناقص كام بقى في الجوينت؟ عدد الجوينت ليه؟ بقى عندك سمشن اف اكس وسمشن اف واي وسمشن زد بس ستيل كل ممبر فيه ايه؟ فيه نورمال واحده. طيب الفريم حد فاكر القانون بتاعه؟ الفنت عدد الفنتات سيبك لا القانون بتاع الفنت حاجه ثانيه هو نفس القانون يعني القانون بس بطريقه ثانيه. ثلاثه هي زائد بص بقى كل ممبر فيه كام انون؟ ثلاثه اللي هم نورمال وممبر فاذا ثلاثه في ام زائد الرياكشنز وهناخد حاجه مع بعض اسمها ار اس النمبر اوف رياكشنز اللي موجوده في السبرينز لو انا عندي سبرين تمام؟ ناقص كام في عدد الجوينت؟ ثلاثة في عدد الجوينت، كل جوينت عندها ثلاث معادلات، سمشن اف اكس، سمشن اف واي، سمشن المومنت. صح؟ زائد اس اللي هي مين؟ اللي هي النمبر اوف كونديشنال ايكويشن نتيجة وجود الانترميديت رينج، يعني ايه؟ يعني أنا لو عندي كده انترميديت رينج كده يبقى الاس بكام؟ واحد. واحد. طيب لو كانت كده الاس بتساوي عدد الاستراكشرز اللي كونكتد في الانترميديت رينج ناقص واحد. انا عندي ستراكشر 2 3 3 ناقص 1 هيساوي 2. طيب ايه رايكم في دي؟ كام؟ لا ركز ادي ده ستراكشر ده 2 ده 3 يبقى الاس بتساوي 3 ناقص 1 بيساوي كام؟ 2 تمام؟ دي اللي هي الاس. هنشوف الروتيشنال سبرينج دلوقتي في مساله. نمبر اوف سبرينجز عموما يعني لو انا عندي مساله كده وفي فيكسد هنا وفي مثلا بنج هنا وبعدين عملت روتيشنال سبرينج وعملت هنا لينير سبرينج. بص كده لو انا عايز احسب دي كام مره ستاتيك انديترمنز اي اس. بص بقى ادي القانون بتاعنا اهو عدد الممبرز مضروبه في 3 ادي 1 2 3 4 يبقى 3 مضروب في 4 زائد مين؟ الرياكشنز عندي كام رياكشن؟ الممبرز باربعه. الرياكشنز بكام؟ بسته. خلي بالك بقى عندك ثلاثه في الفيكسد وعندك اثنين في الهنج فكده كام؟ خمسه. السبرينجات مش كل سبرينج فيه انون؟ يعني روتيشنال سبرينج ده ايه الانون اللي فيه؟ القوه اللي موجوده جواه عايز تعرفها. اللينير سبرينج ده موجود قوه برضه ايه؟ انت مش عارفها. فاذا انت عندك اثنين سبرينج مطلوب القوه جواهم انونز فبالتالي لازم احطهم ضمن الانونز بتاعتي. عايز تلضمها في الار وتكتب هنا سبعه براحتك بس انا بفضل انك ايه؟ تخلي الار بتاعه الرياكشنز لوحدها والسبرينجات لوحدها. يعني لو اتلخبطت في العد ولا حاجه فانت فاصل السبرينجز لوحدهم. بعد كده هل انا عندي اس؟ اس بتاعتي بزيرو ما فيش اي انجاز. يبقى اذا ثلاثه في الممبرز زائد الرياكشنز 5 زائد 2 في السبرينجز ناقص 3 في عدد الجوينتس. كام جوينت؟ 1 2 3 4 5 والاس ب 0 هتيجي تحسب دي 3 في 4 ب 12 14 19 ناقص 15 بيساوي 4 صح؟ يبقى اذا 4 دي هتيجي تكتبه في الاخر تقول ان ده فورس ستاتيكالي انديترمينت. في أربع زيادة يعني في أربع قوة زايدة عن حاجة المنشأة. حد مش فاهم الإكزامبل ده اشرحه كده بجد مش بعرف. السبرينج اللي تحت ده بيحصل فيه قوة ازاي؟ يعني دلوقتي يعني بيحصل فيه قوة ازاي؟ إيه السبرينج؟ هو السبرينج اللي تحت ده مش هيتعرض للدوران أساسا. بيحصل فيه يعني ده مش هيتعرض للدوران ده هينج. الهينج ده بيلف فبالتالي الهينج ده لو لف هنا يحصل السبرينج ده هينضغط هيلف معاك فهيقاوم بمومنت.
انا عندي كيلو ام من السبرينجات، سبرينج عباره عن كي في دلتا، فبالتالي لينير سبرينج ده لينير سبرينج، دي لينير ستيفنس، القوه اللي فيه بتساوي الانضغاط مضروب في الكي. في عندي روتيشنال سبرينج ام، تمام؟ القوه اللي فيه او المومنت اللي فيه عباره عن كي في الثيتا، الدوران اللي حصل انت عارف الجوينت دي سامحه بالدوران، تمام؟ هو السبرينج ده منع الدوران، هو ما منعوش بس هو عمل له ليميتيشن، تمام؟ عمل ليميت الدوران، امتى يمنعه؟ لو السبرينج ده الاستفنس بتاعته انفينيتي، رقم كبير جدا وصل لانفينيتي بقى فيكسد خلاص، منع الدوران تماما، بقت السيتا هنا بزيرو، تمام؟ فهو عمل ليميتيشن على الدوران، فانت كل ما بتزود الانجل بتاعت الدوران بتاعت الجوينت دي كل ما بيتولد مومنت جوه السبرينج ده عالي جدا، تمام؟ لحد ما المومنت ده يرتقي ان هو يبقى فيكسيشن لما السبرينج دوت الستنس بتاعته تبقى انفينيتي، تمام؟ فبالتالي انا عندي الام بتساوي كي للسيتا، فيا ترى كي دي تبقى وحداتها ايه؟ كي بتاعت الروتيشنال سبرينج طن متر على راديو، تمام؟ لكن دوت وحداته ايه؟ طن على المتر، لان انت كي اف على دلتا، ماشي؟ يبقى اذا يا جماعه اي سبرينج دي انون، سواء ممكن لو هو روتيشنال تبقى مومنت، لو هو لينير تبقى ايه؟ تبقى فورس. طيب يعني ايه بقى فورس ستاتيكالي انديترمنت؟ يعني اذا في اربع قوى زايده عن حد المنشا، اربع قوى المنشا من غيرهم يبقى ايه؟ يبقى ستيبل. هو هيجي في الامتحان كده يقوم يجيب لك مساله ويقول لك ديترماين ذا ستاتيك انديترمنسي اند انديكيتر ريدندنس. ايه الريدندنس؟ القوى الزايده عن حد المنشا. طيب انديكيتر ريدندنس ازاي؟ ترسم الفريم ده تاني. ترسمه كده اهو. يا ترى ايه القوه اللي اقدر اشيلها من الاستراكشر ده ويبقى ستيل ستيبل؟ ممكن تعمل كذا حاجه. ممكن اعمل ايه؟ ممكن اشيل الفريم ده واشيل كمان اللينير سبرينج ده، تيجي تقول لي يا باشمهندس ده هنا هينجل الاستراكشر هيقع، ما هو مقصود بايه؟ مقصود بسبرينج. طب يا باشمهندس ما هو السبرينج برده هيبقى فيه سيتا، هيبقى فيه سيتا بس ستيل برده ستيبل، هو مقصود بالسبرينج يعني عايز يقع والسبرينج ايه؟ شده، تمام؟ يعني اذا دي بتمنع اكس وبتمنع واي فيها كمان مومنت. وممكن اعمل ايه تاني؟ ممكن لو انا شلت الهنج ده، خلي بالك بص اللي بيحصل بقى ايه؟ تشيل الهنج وتحط مكانه اف 1 واف 2، ادي اول اثنين ريدندنت، تمام؟ تشيل السبرينج يبقى انت كده شلت ايه؟ مومنت، يبقى كده ادي الريدندنت الثالث اللي هو اف 3. هشيل اللينير سبرينج ده يبقى كده اف 4. كده اذا هم دول الاربعه قوى الزايدين عن حاجه المنشا، ان المنشا من غيرهم يبقى ايه؟ يبقى ستيبل. يبقى اذا الفيكس دوت هو شايل كل الكلام ده، تمام؟ لو جات لك مساله في الامتحان وقال لك انديكيتر ريدندنس لازم ترسم دي وتوري له الاربعه ريدندنس بتوعك عاملين ازاي، تمام؟ القانون ده على فكره زي ما انت ما كان في حد بيتكلم على موضوع الفنت، فهو لو انت هتحسبها بالفنت، يعني انت لو عندك ستراكشر كده مثلا دي فنت، عشان اخليها ديترمنت افتحها كده فيتولد ومومنت كده ومومنت كده، فهنا دي فيها ثلاثه انونز، عشان تبقى ديترمنت لازم افتح الفنت دي، فكل فنت بتمثل عندك ثلاثه انونز، فانت لو عايز تحسبها بقانون الفنت بتقول ان الاي اس بتساوي كل فنت مضروبه بثلاثه زائد الرياكشنز ناقص مين بقى؟ ناقص ثلاثه زائد الاس. ده لو انت هتحسبها بالفنت. اوكي؟ بس خلينا على القانون ده، القانون ده ظريف ولطيف وايه؟ بلاش افهم الفنت دي اللي هو قانون عام يعني، بس لازم يبقى عندك حاجات مقفوله كده. لو انت عندك حاجه فيها فنت وحسبتها دي برضه هيديك نفس الناتج. تمام؟ كل فنت فيها ثلاثه انون، وطبعا الرياكشنز بتمثل انون. ناقص 3 ايه اللي الثلاثة اللي انا حاططها دي؟ اللي هم الثلاثة ستاتيك ايكويشن، سمشن اف اكس واف واي والمومنت، والاس اللي هي الكونديشنال ايكويشن، تمام؟ طيب بالنسبة لل 3 دي فريم، حد يقدر يقول لنا القانون بتاعها هيبقى ايه؟ 3 دي بقى كل ممبرز فيه 6 انونز، اللي هم نورمال واثنين شير وثلاثة مومنت، اثنين مومنت وواحدة تورشن، فبالتالي هيبقى عندك 6 ام زائد مين؟ زائد الرياكشن، وطبعا لو عندي سبرينجز ناقص كام في عدد الجوينت؟ سته. كل جوينت عندها ايه؟ عندها ست معادلات، سمشن اف اكس واف واي واف زد وام اكس وام واي وام زد زائد الاس،
طيب يا ترى الجلد بقى تبقى معادلته عامله ازاي؟ جريد كام بقى؟ زي فين بالظبط؟ كل ممبر في ثلاثة انونز، بس خلي بالك مش هم نفس الانونز، يعني مش اكس وواي ومومنت، ده ايه؟ ده زد وزد مومنت. فبالتالي 3 ام زائد رياكشن طبعا لو عندي سبرينجات ناقص 3 في عدد الجوينت زائد لو انا عندي اس. بس خلي بالك الاس دي برضو فيها خلاف. ايه بقى؟ الاس دي يا ترى بتسمح بمومنت واحد ولا اثنين؟ يعني هل لو انا عندي انترميديت هينج ما بين اثنين ممبرز متلاقين، هل دي بتسمح بالمومنت ده بس ولا كمان بتسمح بالمومنت ده؟ يعني ده بيعتمد على الانترميديت هينج دي سفيريكال ولا سلندريكال. تيجي تقول يا باشمهندس ده في الحقيقه عامله ازاي؟ لا ما لناش دعوه، ده حاجه ثيوريتيكال بقى. تمام، السلندريكال وعارفينه، طب السفيريكال انا ممكن احط بقى حاجه فيها بيري هنا. تمام، فبالتالي على حسب لو قال لك دي سفيريكال ولا سلندريكال بتبتدي تقول. طب لو هي سفيريكال هينج يبقى الاس دي اديتك كام معادله؟ كده سمحت بكام؟ باتنين مومنت، اللي هو المومنت كده بزيرو والمومنت كده بكام؟ بزيرو. يبقى كده اديتك معادلتين وليس معادله. لكن لو ده سلندريكال يعني سامح بالمومنت ده بس، يبقى كده اديتك معادله واحده. يبقى الاس دي ممكن تبقى واحد او اثنين على حسب لو كان سلندريكال او اثنين لو كانت سفيريكال. يعني انا مش بجيبها بعدد الممبرز ناقص واحد زي ما لا، هو الممبرز مظبوطه، الرياكشنز مظبوطه، الجوينت مظبوطه، كل الموضوع في الاس. هي الاس بقى هجيبها بعدد الممبرز اللي داخله في الريك. طبعا لو انا عندي فيه كذا ممبر يبقى كل ممبر برضو ليه اثنين. كل ممبر يعني لو عندي ممبر كده وممبر كده الاثنين داخلين على السفيريكال وفي واحد ثاني، لو انت كان عندك مثلا يعني كانت الجوينت كده مثلا، كان عندك ده كده وبعدين دي كده وجاي عامله كده وجاي عليها ممبر من هنا. تمام، والا كانت دي سفيريكال فهنا دي عملت اثنين ومن هنا عملت اثنين، يبقى كده كام؟ اربعه. لكن لو دي سلندريكال يبقى هنا واحد وواحد يبقى كام؟ اثنين. تمام؟ بس هي في حاله السلندر مش هشوف كل الممبرز اللي جاي عليها، المفروض الممبر اللي هيتولد عليها مومنت، صح؟ ايه؟ تاني كده؟ لو في حاله السلندر ما في ممبر مش هيتولد عليه مومنت خالص، في تو ممبرز مثلا لو ثلاثه ممبرز مفتوحين. في بقى مانع الثاني، فبالتالي على حسب الممبرز اللي عامله عليهم السلندر. اللي عليهم بالظبط. على فكره يا جماعه الكلام ده انتوا خدتوه قبل كده، الاي اس بتاعت الراس والاي اس بتاعت الفريم، كل الكلام ده انتوا خدتوه قبل كده، مش حاجه. بس الجريد هو اللي جديد. طب انت بتفهم يا عمرو بالتفصيل والله عمرو بالتفصيل. طيب دلوقتي تعالى نتكلم في حاجه جوه الاستاتيك انديترمنس دي. سمعتوا عن حاجه اسمها الاكسترنالي انديترمنت والانترنالي انديترمنت؟ ايه الفرق؟ الراس ده دي ترمى، لو انت جيت حسبت الاي اس بتاعته هتلاقيها بزيرو. لكن انا لو جيت زودت ممبر كده صوت لو انا جيت زودت ممبر كده ايه اللي هيحصل؟ بقى دي ترمى والاي اس بتاعته بكام؟ بواحد. يعني في نورمال فورس مش هتقدر تجيبها، يبقى اذا عندك اي اس بتاعتك واحد. الواحد ده بنسميه فيرس ستاتيك ستاتيكالي، وكمان نوعه ايه؟ internally indeterminate. يعني لو كان التراس ده جاي ليك في الامتحان، انت المفروض لو انت عندك تراس indeterminate في الامتحان هتقدر تحله بالطرق العاديه summation fx و1؟ لا، محتاج مثلا virtual wall، moment distribution، consistent، اي حاجه. بس في الحاله دي انت تقدر تجيب الرياكشن. ليه؟ لان انت عندك ده internal. يعني ايه؟ يعني انت تيجي تطلع النورمال فورسز ما تعرفش تطلع الممبر ده، لكن كرياكشنز تقدر تطلع الرياكشنز اللي هنا عادي جدا. فبالتالي ليه؟ عشان الانونز بتاعتك الواحد دوت نتيجه ان في ممبر زياده. انا شايف المعادله عباره عن ايه؟ ممبرز ورياكشن.
لو كان الانون ممبر يبقى انترنال، لو كان الانون رياكشن يبقى اكسترنال. تاني ادي مسألة تاني اهي. كل فرقها عندي ان انا شلت رولر وحطيت مكانه ايه؟ هينج. دي برضه حسبت الاي اس بتاعتها هتلاقيها بواحد، بس ده بقى مش انترنال، ده ايه؟ اكسترنال. تيجي تجيب الرياكشنز ما تعرفش ليه؟ لان الانون الزياده فين؟ في السبورت، فبالتالي لازم على طول تلجا لطريقه من طرق الانديترنال، فبالتالي ده بنسميه اكسترنالي انديترنال. فده موضوع الاكسترنالي انديترنال. تعالوا كده اديكم مساله ما عملتهاش مع الناس اللي قبل. بصوا شباب عايزين نحسب، ركز مع بعض، عايزين نحسب الاي اس والاي كي للمساله دي. اول حاجه استاتيكال يونز، قصدك يعني جيومتريكال ولا ايه؟ ستاتيكال انديترنال وديترنال ولا ايه بالظبط؟ ما حدد سؤالك. كان في حاجه اسمها جيومتريكال يا انستيبل، انت تقصد جيومتريكال؟ لا، هو بص الاستيبل نوعين والانستيبل نوعين. النوعين بتوع الاستيبل ايه؟ ديترنال وانديترنال. تمام؟ يعني لو هو ستيبل ممكن يبقى ديترنال وممكن يبقى انديترنال. طيب نيجي بقى الانستيبل بقى، الانستيبل عندك فيه ستاتيكالي وجيومتريكال. ايه الفرق؟ حد عايز الحاجات دي؟ نعم. صح؟ هو قسم دي كده كان بطل فتح. ايه رايك في ده؟ صوت بعد اذنك يا شباب. على كبير مش عايز اخد حد على اخر السكشن. فبالتالي ايه نحترم نفسينا كده لحد ما ايه ما نخلص السكشن. اوكي؟ طيب دلوقتي انا عندي الفريم دوت ديترمنت ولا انديترمنت؟ ستيبل ولا ان ستيبل؟ اعمل ايه؟ احسب بالقانون اي اس على طول بتساوي كذا. اي اس بتساوي 3 في عدد الممبرز اللي هم 3 زائد الرياكشنز اللي هم 4 ناقص 3 في عدد الجوينتس اللي هم 4 زائد اس اللي هما كام؟ 2. فبالتالي دي هتلاقيها 12 ودي هتلاقيها كام؟ 9 13 ودي هتلاقيها 14. يبقى الداتا سالب واحد، يبقى على طول ده statically unstable. كده على طول statically unstable. طيب ده statically unstable. طب لو انا جيت حطيت مين كمان هنا؟ بص بقى لو جيت حسبت اي اس هتلاقيها بزيرو، بس هو جيومتريكالي انستيبل. ليه جيومتريكالي انستيبل؟ جرب حط البلاند بتاع ده على الساعه وادي له قوه كده ان شاء الله 1 كيلو نص كيلو 0.001 طن، هتلاقي عامل ديفورميشن بالملايين. تمام؟ ليه؟ لان هو انستيبل جيومتريكالي انستيبل. تمام؟ مثلا عندك حاجه كده اللي هو 3 انجز من 1 لاين وجيت حطيت قوه هنا في النص. تمام؟ هتلاقي دوت على طول نزل كده. بالمنظر ده يبقى جيومتريكالي انستيبل اللي هو الحاجات اللي خدتها في سنه اولى اللي هي 3 انجز من 1 لاين. طب افرض اصلا كان الاستراكشر بتاعك كده. وجيت حطيت قوه كده. شايف استيبل ولا انستيبل؟ ستيبل. تمام؟ انت لو جيت نزلت ده كده ده هيشيل ايه؟ هيشيل شد، يعني البتاع ده هتلاقيه بيشد الجوينت ده كده. تمام؟ طب ما تيجي تقول لي يا باشمهندس طب ما هيحصل هنا كده، لو انا جيت حطيت لود هينزل تحته وبعد كده دول هيشيلوا شد، يعني انت عايز تخلي ده يقعد على السقف وبعدين يقع وبعدين تقول لي ان هو بقى ستيبل؟ لا،
فلازم هو يبقى ايه؟ يبقى ستيبل من الاول، مش لحد ما يبقى انستيبل وبعد كده يقوم واقع وبعدين تقول لي هو خلاص وصل للكيس بتاعت الاستابيليتي هنا. لا، نفس الكلام لو كان ده كده هنج كده وهنج كده ده برضه ستيبل. لو انت حطيت اي لود كده على طول ده هيرد عليه كده، تمام؟ وقيس على ذلك بقى، يعني مثلا عندي حاجه كده وفي هنج كده وهنج كده والثلاثه دول على نفس اللاين كده، لو انت جيت حطيت اي لود كده هتلاقي دي لفت ودي لفت ان ستيبل وهكذا. كل دي بتندرج تحت الامبريلا بتاعت الجيومتريكالي ان ستابيليتي، كل ده جيومتريكالي ان ستيبل. طيب نرجع للاستراكشر ده، عايزين نعرف هو طبعا من شكل ستيب وكمان ايه انترنال، عايزين نعرف كم مره انترنال. هقول عدد الممبرز بيساوي، هلاقيها كتبت القوانين دي كلها صح؟ اه. حد عدد الممبرز؟ والجوينتس تسعة تسعة ثلاثة ايه؟ واحد اثنين ثلاثة اربعة ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة تسعة. طيب والرياكشنز تسعة، والاس بكام؟ والار اس واحد، يعني سبرينج فوق هنا في انور، تمام؟ لو انا جيت اجيب اي اس بتاعته ثلاثة في عدد الممبرز اللي هم 10 زائد الرياكشنز اللي هم 9 زائد الار اس اللي هي 1 ناقص 3 في عدد الجوينز اللي هي 9 زائد الاس اللي هي 1. انا لو جيت كده هلاقي دي 40 ناقص 28 هيديني كام؟ 12. يبقى اذا انا عندي 12 قوة زايدة عن حاجة المنشأ. حد يقدر يطلعهم؟ انا اطلعهم مع بعض. اول حاجه انا عندي الثلاثه دول قوه زايده صح؟ فاذا انا عندي كده اف 1 واف 2 واف 3 صح؟ والثلاثه اللي جنبهم نفس الكلام زايده، اف 1 اف 2 اف 3. مين بقى بقيه القوى؟ الانترنال اللي هي الانترنال، يعني دي كانت ايه؟ دي كانت الاكسترنال اللي هي الريكشن. نخش بقى على الانترنال، دي بنت مقفوله عشان تعرف تحلها لازم تقطع فيها كده، وطالما قطعت فيها فيها ثلاثة internal forces، فيها شيل ونورمال ومومنت، فدي كده عندك اف 7 اف 8 اف 9. فاضل حاجة كمان ايه بقى؟ بص بقى تقدر تقطع في البنت دي كده، أو تقدر تعمل ايه؟ تريليز المومنت اللي في السبرينج فدي كده عندك واحد، وتفصل الهنج فدي كده عندك اثنين ايه؟ forces اف اكس واف واي، أو تقطع دي فيبقى عندك برضو ادي كده 10 11 و 12 اللي هم ال 12 ريدندنت اللي انت طلعتهم. يعني لو جاتك المساله دي في الامتحان وقال لك انا عايزك تديترماين الديجري اوف ستاتيك انديترمنسي وبعدين تانديكيت الريدندنس، ادي الريدندنس اهي. وانا لما قطعت السبرينج موجود زي ما هو؟ لا، انت هتشيل السبرينج بقى وتحط مكانه مومنت، او تقطع الفنت وتحط مكانها الثلاثه انترنال. انا قصدي لما قطعت الفنت السبرينج موجود؟ لا، السبرينج موجود زي ما هو، لو شلته الحته دي هتبقى انستيبل، لو لفت وقفت تمام. طيب نيجي بقى ننقل على نوع تاني من الانديترمنسي. ايه النوع التاني ده؟ اسمه الكايناماتيك انديترمنسي. كايناماتيك يعني ايه؟ يعني عدد درجات الحريه اللي موجوده عنده. بمعنى يعني القلم ده انا لو حذفته لفوق كده ده كان عنده درجات حريه عند كل النقط. يعني ايه؟ النقطه دي مسموح لها انها تتحرك اكس، تتحرك واي، تتحرك زد، وتلف اباوت اكس واباوت واي واباوت زد. يعني النقطه دي ليها كام درجه حريه في الفراغ؟ سته، ثلاثه ترانسليشن وثلاثه روتيشن. طب والنقطه الثانيه؟ ده في الفراغ. فانت لو قال لك عندك فريم اليمنت وليه 12 درجه حريه، اذا الفريم اليمنت ده انستيبل. ليه؟ لان دوت في الفراغ دوت كده بيتحرك يبقى انستيبل. لازم على الاقل 3 درجات حريه يتمنوا. صح؟ لازم ده يحصل له فيكسد عشان ده يبقى ايه؟ ستيبل. فالفريم لو هو ليه 12 درجه حريه في الفراغ يبقى اذا الاليمنت ده انستيبل، لكن انت لو جيت مسكت كل درجات الحريه اللي هنا لا هتحسب بقى ايه؟ بقى ستيبل. انا قلت انستيبل ولا ستيبل؟ اول حاجه هو في انستيبل مسك درجات الحريه بقى ستيبل. طيب عايزين ازاي نعرف درجات الحريه دي؟ تعالى كده ندي نظام بسيط. يعني ايه الشباب؟ الاستاتيك انديترمنسي هي عدد الريدندنت.
عدد القوى زايد عن حد الموجب. الكيناماتيك انديترمنسي هي عدد درجات الحرية اللي موجودة في الموجب. أنا أقسمه بستاتيك وكيناماتيك. نشوف ايه بقى درجات الحريه. انا قلت لو مسكنا درجات الحريه دي المنشا يبقى ايه ولا لازم تمسك عدد معين من درجات الحريه عشان المنشا بتاعك يبقى ستيبل. يعني خلينا ندور على الصوت يا شباب بعد اذنكم. صوت دلوقتي انت انا مثلا عملت موديل على السائل لاي مبنى وما جيتش ما مسكتش ولا درجه حريه تحته وما منعتها، بس بنعمل حاجه اسمها ريسترينج بتقفل درجه الحريه دي. تقفلها يعني ايه؟ تمنعها من الاكس او من الواي او من الزد، تمنعها من عدد معين من الدرجات الحريه. يعني مثلا انا لو عامل هنج هنا يبقى انا مانع مين؟ مانع الاكس والواي صح؟ وسامح بمين؟ سامح بروتيشن. طب عملت فيكسيشن منعت الاكس والواي ومنعت المومنت، فبالتالي كده انت منعت درجه الحريه. فالسبورتات اللي احنا كنا بنحطها دي كانت منع لدرجه الحريه اللي موجوده. عدم وجود السبورتات ده معناه انك ايه؟ سمحت درجه الحريه. تمام؟ فبالتالي المنشا بتاعك انستيبل، يعني كده فيكسد. درجه الحريه بتاعته ايه؟ مفيش. صح؟ فكيت ثلاثه بقى عنده درجه حريه هنا يقدر يتحرك، فكيت ده هيقع. فلازم يبقى عنده عدد درجات من الحريه الممنوعه عشان يبقى ايه؟ عشان يبقى ستيبل. تمام؟ طيب دلوقتي انا كنت بقول لك الاليمنت في ال 3 دي كان ليه درجات حريه ايه؟ 3 6 عند كل نقطه. طب افرض انا جيت حكمت الاليمنت في ال 3 دي وخليته كده في ال 2 دي. كده انا عملت ايه؟ انا كده بقى درجات الحريه ويقدر يتحرك في البلين، يعني ايه؟ يقدر يتحرك اكس او واي صح؟ ويقدر يلف مومنت واحد صح؟ مفيش 3 مومنت. ليه؟ اولا مفيش زد اللي هي كده، مفيش الحركه اللي هي كده. ليه؟ انا منعتها، انا قلت له يتحرك يا اكس يتحرك يا واي ويلف في الاتجاه ده بس. يعني الاليمنت بتاعنا لو هو كده وعنده نقطه كده دي تقدر تتحرك كده وكده وتلف كده، لكن ما تقدرش تطلع بره البلين، ما تقدرش تلف اوت اوف بلين، يعني ما تقدرش تلف مومنت كده اللوكيشن بتاعه يبقى كده يعني. تمام؟ نفس الكلام النقطه دي. ده لو هو ايه؟ لو هو في البلين، لكن لو هو في ال 3 دي كل نقطه ليها 6. طب عايزين نشوف الاكزامبل اللي انا حاطه ده، خلي بالك كل كلامنا هيبقى على البلين وليس ال 3 دي. تمام؟ ده ليه كام درجه حريه؟ صفر صح؟ مفيش اي درجه حريه. طب ده ليه كام درجه حريه؟ واحدة اللي هي ايه؟ روتيشن. هو انا كيناماتيك ده اعرف بس درجات الحريه بتاعت المنشا. هو انا كده اعرف هو انديترمنت ولا لا؟ لا لا، دي حاجه ودي حاجه، ده نوع وده نوع. احنا بنعرف درجات الحريه، احنا بنعرف درجات الحريه عشان هنعمل حاجه بالاستثنس عليها نقدر نحل المساله. هو انا كده عرفت هو انديترمنت ولا لا؟ لا لا، الانديترمنت بص، ده المسمى ده اطلق على الريدندنس القوى الزايده على الخلفيه. تمام؟ هنا ده المسمى ده اطلق على درجات الحريه المسموحه في الموجب. تمام؟ وليه تسمى انديترمنت؟ يعني ليه كان هي اسمها كده؟ مالناش دعوه، هم سبحانه. طيب انا عندي دي واحد، بعد كده عندي هنا كام درجه حريه؟ اثنين اللي هم النورمال وال ده واحد والنورمال. خلي بالك الترتيب بتاعهم مطلوب، يعني ايه؟ الاكس هي رقم واحد، الواي هي رقم اثنين، المومنت هي رقم ثلاثه. طب معلش بس هو مش هيتحرك كده كده في اكس. ليه؟ ولا احنا دلوقتي كل كلامنا على اكسيال فليكسبل ممبرز، يعني الممبرز بتاعك بتشده بيحصل فيه دلتا.
تمام. ما قلتش ان ده اكسيال ريجيد. لو قلت عليه اكسيال ريجيد الموضوع تاني بيختلف. يعني ايه؟ يعني ممنوع من الحركه في الاتجاه الاكسيال، يبقى دي حاجه تانيه خالص. طيب نيجي ان ده ليه كام درجه حريه؟ بص بقى، هو ليه واحده اللي هي روتيشن الجوانس ده، فيه روتيشنال سبرينج. روتيشنال سبرينج فيه مومنت بس سامح برضو بالدوران، يعني الدوران مش ممنوع، ليس في زيرو، في ايه؟ في سيتا. تمام؟ يعني روتيشنال سبرينج دوت ايه؟ ما منعش الدوران، هو عمل ليميتيشن على الدوران، لكن هو سامح اوريدي بالايه؟ بالدوران. يعني وجود روتيشنال سبرينج زي عدم. زي عدمه ازاي؟ يعني في ديجري اوف فريدم. طيب انا لو عندي لينير سبرينج كده عندي كام درجه حريه هنا؟ ثلاثه اللي هم ايه؟ ادي واحده وادي اثنين وادي ثلاثه. طب يا باشمهندس في روتيشنال سبرينج، هو روتيشنال سبرينج دوت لو انت حطيت لود مش هينضغط، مش هيحصل فيه دلتا، ما هو الدلتا دي معناه ان هنا كان فيه ايه؟ درجه حريه في الاتجاه بتاعه. طيب ايه رايك دي فيها كام درجه حريه؟ واحده. طب ده؟ واحده. طب ده؟ اثنين ثلاثه. احنا قلنا السبرينج ايه؟ ولا كانه موجود، كانه شفاف بالظبط. تمام؟ هو في درجه حريه، يعني في دلتا، بس الدلتا دي معمول لها ليميتيشن. يعني انا لو بعمل مساله كده فري وعليها لود كده وعليها سبرينج، النقطه دي مش ممنوعه من الحركه، لا هي فيها حركه. تمام؟ يعني لو عايز امثل القواعد في الحقيقه تتمثل بسبرينج. احط لها سبرينج اللاستيك فاونديشن. طيب تعال نشوف بقى دوت، نشوف درجات الحريه اللي فيه عامله ازاي. اول حاجه هنا مفيش، هنا مفيش. تمام؟ بس طالما في نقطه اتكريتت في النص كده يبقى عندها ثلاث درجات حريه على طول. بس طبعا ايه؟ ده في انترميديت هينج. انترميديت هينج ده بيعمل ايه؟ بص كده، انت لو عندك اثنين ميبلز داخلين كده وفي ما بينهم انترميديت هينج، ده يقدر يدور بسيتا وده يقدر يدور بسيتا، فالاثنين مش مرتبطين ببعض. فاذا تقدر تقول ان هنا في روتيشن مالوش دعوه بيه، بس نتيجه بقى للسيمتري او السيمتري، السيمتري بتاعت اللود ممكن السيتا اللي هنا تساوي السيتا اللي هنا، بس افرض اللود مش سيمتري. تمام؟ فبالتالي هنا ممكن يبقى في سيتا غير السيتا اللي موجوده هنا. طب يبقى اذا هنا في 4 ديجريز اوف فريدم. طيب لو انا عندي المساله دي يا ترى ليها كام؟ خلينا في دي الاول، دي ليها كام ديجري اوف فريدم؟ انهي واحد؟ الاخير؟ اخر واحد. اول حاجه اللي عندها روتيشن، صح؟ في روتيشن واحد، وهنا في واحد. خلي بالك بقى هنا طالما في جوينت موجوده لازم تقول عندها ديجريز اوف فريدم، يعني هنا عندي نقطه تقاطع جوينتس. يبقى اذا انا عايز اقول ان دي ودي يا هما الاثنين يتحركوا اكس مع بعض، يا ينزلوا واي مع بعض، يا يلفوا مع بعض. يبقى النقط دي تقدر تتحرك اكس وواي وروتيشن مع بعض. نفس الكلام الجوينت دي، يعني اذا عندي 1 2 3 4 5 6 7. خلي بالك بقى لسه فاضل مين؟ في جوينت هنا كمان عندها ايه بقى؟ 4. عندها 1 و2 3 و4. يبقى اذا عندي 8 و9 و10 و11. خلي بالك بص المرتب ازاي؟ هنا دي كانت لوحدها فواحد، بعد كده دي 2 3 4 اكس واي ثم مومنت. اكس واي ايه؟ استفاد ايه من الترتيب؟ اللي هو نفس الترتيبه بتاعت البروجرامز اللي هي السوفت ويرز. اول حاجه يعني ده اول حاجه ده الاكس رقم واحد، اكس رقم اثنين، بعد كده المومنت ده رقم ثلاثه، يو ثلاثه. طيب بالنسبه لده يا ترى عنده كام ديجري اوف فريدم؟ ثلاثه. دي نقطه صح؟ يبقى اذا النقطه دي كل درجات الحريه بتاعتها مربوطه ببعض، ثلاثه. اي نقطه احط عندها درجه حريه. طب دي عندها كام درجه حريه؟ أول حاجة عندها الـ X والـ Y اللي إحنا عارفينها. بعد كده نيجي للمومنت بقى. عندك هنا واحد، ده ملوش دعوة، ده ملوش دعوة، ده ملوش دعوة. كل واحد ليه درجة حرية ملوش دعوة بالتاني. تمام؟ يبقى إذا أنا عندي ثلاثة وأربعة سبع درجات حرية. طب عايزين نحط للكلام ده رولز. معلش هو دي يعني دي دي مفيش انترميديت هنج، كل دول داخلين على انترميديت هنج. فإذا كل واحد ليه روتيشن غير التاني. اما دي روتيشن كلهم واحد، لكن دي الجوينت دي ريجيد. بصوا يا جماعه ايه الفرق ما بين الجوينت الريجيد والفلكسبل؟ الريجيد ان هي هتفضل ماسكه الممبرز كده، يعني لف مع بعض كده، لكن لو هي فلكسبل دي ليها حركه ودي ليها حركه ثانيه.
واحنا كنا بنجيب درجات الحراره بس في حاجه. بص كده يا شباب درجات الحراره كتير كتير قوي. بص كده تعالى نشوف ايه الفرق ما بين كل واحده من دول. انا عندي الجوينت دي بنسميها فليكسبل جوينت. يعني ايه فليكسبل جوينت؟ يعني المومنت عندها بزيرو. يعني انا لو عايز ارسم المومنت هجيب المومنت هنا او هنا واقوم اوصله بزيرو وهيك انزل البغبغ. صوت يا شباب بعد اذنكم، صوت اللي خلاص اكتفى ممكن يطلع بره، تمام؟ فانا لو عندي دلوقتي حاجه فليكسبل جوينت كده يبقى اذا المومنت عندها بزيرو. طب لو ريجيد جوينت والممبرين دول دي مش موجوده وبقى الممبرز حاجه كده، هتلاقي دي بقى شكل المومنت عليها كده اللي احنا عارفينه، دبليو ام سكوير على ال 12 ودبليو ام سكوير على 12 وبنزل دبليو ام سكوير على 8. تمام؟ الفرق ان دي المومنت عندها بزيرو لكن دي عندها مومنت. في حاجه بقى اسمها سيمي ريجيد جوينت اللي هي عندها سبرينج، دي سيمي ريجيد او بارشالي فيكسد، دي بنسميها بارشال فيكسد. تمام؟ دي ايه الفرق؟ الفرق ان هنا برضه هيبقى فيه مومنت وهنا مومنت، وبرضه هتلاقيها نازله عامله كده، بس المومنت اللي هنا اللي هو القيمه الكبيره دي ولا هو زيرو، هو حاجه ايه؟ حاجه ان بتوين. بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على قيمه الكي دي. كل ما تبقى كبيره كل ما المومنت ده يزيد، وكل ما تبقى قليله كل ما المومنت ده يقل. طب لو الكي دي وصلت لانفينيتي اذا بقت ايه؟ بقت ريجيد. طب لو الكي دي وصلت زيرو بقى اسلك ولا كانها موجوده، تمام؟ فبقى المومنت عليها بزيرو. ده الفرق ما بين الاكسل ريجيد والحاجات دي. بص ان زيرو بقى معناها اكس ايه؟ بص ان زيرو كانها مش موجوده صح؟ بالظبط. تعالى كده هديكم مساله من مسائل الامتحانات دي شكلها عامل ازاي؟ هات ورقه مثلا. والله انا بكتب كده صح 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 تعالوا كده يا شباب يجي لك في مساله، يجيب لك المساله دي في الامتحان. صوت يجيب لك المساله دي في الامتحان ويقول لك انا عايزك تدرماين الديجري اوف ستاتيك انديترمنسي اند انديكيتور ريدندنس. يعني نص المساله يجي كده ديترماين الستاتيك انديترمنسي اللي هي الاي اس وانديكيت ريدندنس وديترماين الاي كي وانديكيت ديجريز اوف فريدم. طيب اعمل ايه بقى في المساله دي؟ اول حاجه اجي على جنب كده احسب الممبرز واحسب الجوينتس والرياكشنز والاس والار اس وكل الكلام ده. طبعا عندي هنا عدد الممبرز اربعه، عدد الجوينتس 1 2 3 4 5، عدد الرياكشنز 3 و2 5 6 8، الاس كام هنا؟ والار اس 1. في عندي ترمينال هنج وواصله ما بين التو ستراكشرز.
طيب تعالى كده نشوف القوانين بتاعه الكايناماتيك انديترمينس عشان اعرف حل المساله دي. بص بقى اي كي بقى اي كي اللي هي الكايناماتيك انديترمينس بتساوي ايه؟ الديجريز اوف فريدم. فانا دلوقتي لو بتكلم في بلين تراس كل جوينت عندها كام ديجري اوف فريدم؟ تراس المقط اكس وواي مفيش مومنت بقى تمام. يبقى كل نقطه يبقى عدد الجوينتس مضروبه في 2 ناقص مين بقى؟ ناقص الرياكشنز. الرياكشنز هي الوحيده اللي تقدر تمنع درجه الحريه بقى عشان 2 في عدد الجوينتس ناقص الرياكشنز. كل جوينت عندها درجتين حريه تمام. لو انا عندي سؤال كده كده كل نقطه من دول تقدر تتحرك اكس او واي تمام. ده تراس او بنسميه البار. طيب ده بالنسبه طب لو في دي تراس كل نقطه عندها كام درجه حريه؟ 3 اكس وواي وزد ناقص 3 ناقص عدد الجوينتس ناقص رياكشنز. طب لو بلين فريم الاي كي بتاعته هتساوي ايه؟ بص بقى الفريم اتفقنا لو هو في 3 دي عنده 6 النقطه عندها 6 كل جوينت اضربها في 6 ده لو في 3 دي. طب لو في 2 دي 3 بس 3 اللي هما ايه؟ اكس وواي مومنت تمام. يبقى اذا 3 في عدد الجوينت. بس خلي بالك الثلاثه دول بيزيدوا بس لو حصل ايه؟ لو في اس مش احنا لما عملنا كان في اسات هنا كانت بتزود لي الديجريز اوف فريدم لانها بتزود واحده روتيشن. ده لو كان عندي نقطه كده كان عندها 3 لكن لو كان في هنا انترميديت هنج كان هيبقى فيه حركه دوران تاني لان الممبر ده ليه دوران وده ليه دوران تاني فبالتالي يبقى زائد اس. ناقص مين بقى؟ ناقص الرياكشنز اللي هي ار. طبعا الار دي هي اللي ايه؟ هي اللي بتريزيست. بصوا يا جماعه كاتب لكم القوانين دي كلها هنا او انتوا يعني اكتبوها ورايا. يعني انا كاتب كل الحاجات دي هنا لو عايزين تصوروا ممكن حد يبقى يصورها وايه وينزلوها. هو بس في حاجه كان حد سالني عليها من شويه اللي هو لو اكسيال ريجيد ممبر. لو في اكسيال ريجيد ممبر يعني لو في ممبر المافي هو اكسيال ريجيد وانت بتيجي بتقول هنا الكونكشن دي لو فريم كده بالمنظر ده وبقول لك الفريم ده اكسيال ريجيد يعني ايه؟ مش هيتولد فيه اي استطاله في اتجاهه في الاتجاه الاكسيال بتاعه. يبقى انت معناها ان دي مش موجوده صح؟ لان لو دي موجوده الممبر ده هينضغط صح؟ ولا في فوق ولو دي موجوده الممبر ده هيتشد. يبقى اذا ايه؟ الروتيشن ده بس هو اللي موجود. يبقى في هنا روتيشن وهنا روتيشن بقوا اثنين. فاذا انت لو جه قال لك all members are axial rigid هتعمل ايه؟ هتيجي هنا القانون بتاعك ده هيختلف. مفيش اي كي بتساوي نفس القانون جي بس ناقص ار زائد حاجه اسمها الار ام. ايه الار ام دي؟ النمبر اوف axial rigid member. كل axial rigid member هيقوم يعمل ايه؟ هيلغي ديجري اوف فريدم في اتجاهه تمام؟ يعني ممبر ده يبقى اذا ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه، ثلاثه ممبرز اكشن ريجيد او بحط هنا رقم كام؟ ثلاثه، فكل ممبر لغيت الديجريز اوف فريدم اللي في اتجاهه. طب ده بالنسبه لل 2 دي فريم، طب بالنسبه لل 3 دي فريم؟ 6 في الجوينت زائد الاس ناقص الار ولو هو جاء قال لك في المساله اول ممبرز ار اكشن ريجيد تعد الممبرز وتقوم حاططهم هنا النمبر اوف اكشن ريجيد ممبرز. او انساها دلوقتي لحد المره الجايه. لو في سوي ما زودش لو في سوي بقى هعمل ايه؟ بس طبعا ده اللي هيحصل. هتقول بص كده ايه رايك لو انا بقول ان الديجري اوف فريدم بتاعت النقطه دي هي نفسها الديجري اوف فريدم بتاعت النقطه دي فاذا الممبر ده ما حصلوش اي استطاله تمام؟ بس الكلام ده هيحصل لو كان السبورت اللي تحت بتاعك ده هنج تمام؟ فبالتالي الحركه بتاعته هتبقى حاجه كده. فاذا ده مش هيستطيل لكن لو هو فيكسد لازم هيستطيل تمام. يبقى اذا دي هتبقى يو واحد ودي واحد والاثنين حركته مرتبطه ببعض. هتخش العك ده قدام سيبه دلوقتي. طيب ده بالنسبه لل 3 دي بلس. لو انا عايز اجيب الجريد الجريد ده هيبقى ايه؟ الجوينت عندها كام ديجري اوف فريدم؟ ثلاثه صح؟ بس العكس بقى عكس الفريم. كان الفريم كان عنده اثنين ترانسليشن واحده روتيشن. الجريد عنده ايه؟ واحدة ترانسليشن واثنين روتيشن. فكل جوينت عنده ثلاثة في الجي زائد الاس. طبعا الاس هتفرق لو كانت سلندريك كان بس ايه؟ ار ناقص الار. وطبعا موضوع الاكسيال ريجن ده مش موجود في الجريد لان اصلا الجريد ما فيش قوة في اتجاهه فبالتالي موضوع الاكسيال ريجن ده مش معايا. يبقى اذا ناقص الار. دي القوانين بتاعتي انا محتاج منهم دلوقتي القانون بتاع الفريق ثلاثة في عدد الجوينت زائد الاس ار زائد الار ام. الأرض هي إيه؟ 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 إ
يعني الاثنين على بعض غامض صح؟ اول حاجه الاي اس هتساوي كام في المساله دي؟ احنا عندنا الممبرز كانوا 3 في 4 زائد البريك 8 والار اس عندي سبرينج 1 وعندي جونز 3 في 5 زائد الاس 1 الصوت بقى الصوت عشان ندي السكشن عندي 3 في 4 ب 12 وبعدين 1 13 و8 كام؟ 21 وهنا دول كام؟ 16 يبقى اذا انا عندي 5 تمام. طيب اقدر انديكيت الريدندنت اللي هم الخمسه دول على كده نشوف كده. انا لو شلت السبورت دوت هيديني كام؟ هو زي ده لا ده ممكن نشيل كل السبورت 2 فكده في اف 1 واف 2. طب لو شلت الرولر ده انستيبل ليه انستيبل؟ انا زي ما فيكس هناك اهو. ولو شلت الهنج ده برضه فيكس. بص لما تلاقي انترميديت هنج يعني معناه ايه؟ مانع الحركه اكس وواي ومعاه روتيشنال سبرينج يبقى ايه؟ منع المومنت زي فيكسد بالظبط. يعني لو السبرينج ده الاستفنس بتاعته وصلت انفينيتي بقى ده فيكسد في ده ريجيد تمام. فاذا انا عندي الخمسه دول واحد وانا كنت اثنين ثلاثه اربعه خمسه اوكي. هما دول خمسه. على فكره انت ممكن تعمل اي حاجه. يعني ممكن اعمل ايه؟ يعني احرر ده واحرر ده تمام. ويبقى الاستراكشر ده هو اللي شايل الاستراكشر ده. فدي ليها كذا حل تمام. بس اهم حاجه الفاينل يبقى ايه؟ ستيبل ديترمنت وستيبل. طيب انا كده خلصت اول خطوه جبت الاي اس وعملت انديكيشن للريدندنت. تعالى نجيب تاني خطوه اللي هي الاي كي. لو هو صفر كان هيبقى فيه 2 ديجريز اوف فريدم اه. طيب تعالوا كده يا جماعه عشان مش فاكر جزء الاي كي 3 في عدد الجوينتس يبقى عندي 3 والجوينتس 5 زائد الاس 1 ناقص الرياكشن 8 هتلاقي بقى عندك 16 ناقص 8 هيديك 8. نقدر نانديكيت الديجريز اوف فريدم على الشكل ده؟ اه. انا عندي هنا في كام ديجري اوف فريدم؟ واحده صح؟ هنا في كام؟ ادي كده 2 وادي كده 3 صح؟ طب وهنا؟ 4. طب هنا بقى بص بقى اول حاجه عندك 5 6 اللي هما الاثنين ترانسليشن. نيجي للمومنت بقى ده ليه روتيشن الاستراكشر ده وده ليه روتيشن تاني. يبقى اذا ده 7 وده 8. ده استراكشر وده استراكشر. ده يلف مع بعضه يعني الاثنين دول مع بعض مش هيسيبوا بعض ابدا تمام. يا نلف مع بعض يا نفضل ثابتين تمام. فاذا هما دول التمام. يبقى انت كده حليت المساله عملت ايه؟ جبت الديجري اوف ستاتيك انديترمنسي وعملت انديكيت للريدندنس وجبت الكاينماتيك انديترمنسي وعملت انديكيت للديجريز اوف فريدم. انت كده حليت المساله. عايزكم تذاكروا كويس المره اللي بعد الجايه. اللي بعد الجايه هيبقى في كويز. يعني انا هنبه المره الجايه ان هيبقى في تسليم شيت وكويز اوكي. موضوع سهل وبسيط يعني انت لو روحت يخلص